السيدة الرئيسة، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، نص القانون رقم 50-5 المعدل والمتمم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على إصدار 7 مراسيم ونص تنظيمي، خصوصا المراسيم المتعلقة بالتفرغ النقابي وإعادة الانتشار والحركية بين الإدارة العمومية والوضع رهن الإشارة. هذه المراسيم لم تصدر بعد رغم مرور أكثر من 2 سنين على صدور القانون المذكور بالجريدة الرسمية. نسائلكم سيد الوزير، ما هو الأجل المرتقب لصدور المراسيم المذكورة؟ وشكرا. شكرا سيد الوزير على التوضيحات المعطاة لهذا، ولكن بالرغم من ذلك لم نتلقى جوابا شافيا، لانه كاين واحد المشكل مطروح، ان النص التشريعي كيصدر والمراسيم التطبيقيه ليس لها اجل محدد، وهذا يدفع الى اعطاء تاويلات غير مرغوب فيها. ربما كاين البعض اللي كيقول بانه المراسيم التطبيقيه تتحكم في النصوص التشريعيه، وهذا ما خصوش يكون، لان العكس، النص التشريعي هو الذي يتحكم. كذلك كاين اللي كيقول بانه ربما هذا التاخير ديال اصدار المراسيم التطبيقيه كيولي يعطينا واحد الانطباع بانه المراسيم التطبيقيه عندها اهميه اكثر من النص التشريعي. ثم ان تاجيل، ان لم نقل تعطيل العمل بالنص التشريعي، كيخلق واحد الفراغ، لانه النص التشريعي المصادقه عليه من طرف البرلمان التفعيل ديالو كيبقى معلق على صدور هذه المراسيم التطبيقيه. ولهذا السيد الوزير التساؤل ديالنا، وهو شنا هو الاجل المرتقب؟ ما تلقينا شي واحد الجواب واضح. على كل حال نتمنى باش تعطى اهميه، باش تولي المراسيم التطبيقيه تخرج في واحد الوقت ملائم. ربما شرطوا بانه كاين صدر مرسوم متعلق بتنظيم المباريات وتنظيم الترقيات وثلاث مراسيم في طور المصادقه، ولكن لم نتلقى جواب عن التفرغ النقابي. التفرغ النقابي الان كاين ربما، يعني هذا موضوع يحتاج بعجاله الى اصدار مرسوم تطبيقي يبين كيفيه تطبيقه. اذا نتمنى السيد الوزير أن ترى هذه المراسيم التطبيقية النور في أقرب الآجال حسب ما ذكرتم، وشكراً.